فالسؤال يقول: واجهة قطعة الأرض هي طول حدها المحاذي لمعلم ما مثل شارع أو بحر أو نهر. أوجد طول الواجهة البحرية للقطعة A إلى أقرب 10 متر. يعني هنا يبغى طول هذه القطعة، الواجهة البحرية للقطعة A. طيب وإيش معطى عندي؟ عند أنه هذه المستقيمات متوازية، يعني نقدر نطبق نظرية الأجزاء المتناسبة للمستقيمات المتوازية. وعندي برضو طول هذه القطعتين وبرضو طول هذه القطعة، يعني هنا أطبق على طول التناسب. يعني هنا أقول أن طول هذه القطعة على طول هذه القطعة يعني 42 على 58 يساوي طول هذه على الطول اللي نبغاه، يعني 60 على X. نضرب ضرب تبادلي، يعني 42 X يساوي 60 في 58 اللي هي 3480. نقسم الطرفين على 42، صير الإكس تساوي 82.86 متر. يعني طول الواجهة البحرية للقطعة A حيساوي 82.9 متر، وهذه هي مقربة إلى أقرب 10.